السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في أمسية الإعجاز العلمي في الآية 45 في سورة النور. سبحان الله خالق كل شيء وأبدع الأشياء بإرادته، وخلق كل حي يدب من أصل مشترك هو الماء، لذلك لا يخلو الحي منه. ثم خالف بينها في الأنواع والاستعدادات ووجوه الاختلاف الأخرى، فمن الدواب نوع يمشي على بطنه كالأسماك والزواحف والدود، ومنها نوع يمشي على رجليه كالطير، ومنها نوع يمشي على أربع كالبهائم. يخلق الله ما يشاء من خلقه على أي كيفية تكون للدلالة على قدرته وعلمه، فهو المريد المختار وهو القادر على كل شيء. هذا النص المعجز في الآية الكريمة 45 في سورة النور تشير إشارة كونية إلى مبدأ الحياة، وهو أساس علم الأحياء. يشتق مصطلح علم الأحياء اللاتيني بيولوجيا من اليونانية بيوز تعني حياة، لوجيا تعني دراسة أو علم. ظهر هذا المصطلح للمرة الأولى عام 1936 عندما استخدمه كارلوس لينيوس في أحد كتبه، وتبع ذلك ترجمته للألمانية عام 1771. دخل هذا المصطلح حيز الاستخدام الحديث في أطروحة للعالم الألماني غوتفريد رينولد، الذي قال: سيكون موضوع أبحاثنا في علم الأحياء هو أشكال الحياة ومظاهرها المختلفة والظروف والقوانين التي تحدث بموجبها هذه الظواهر والأمور والأسباب التي أثرت فيها. إن العلوم التي تتضمنها الأحياء كانت تدرس منذ العصور القديمة، فقد كانت الفلسفة الطبيعية تدرس في بلاد الرافدين ومصر وشبه القارة الهندية والصين، بيد أن أصول علوم الأحياء الحديثة ومنهجها في دراسة الطبيعة تعود إلى اليونان القديمة، فكان أبقراط بمثابة مؤسس علم الطب، بالإضافة إلى مساهمة أرسطو الكبيرة في تطوير علم الأحياء. ألف أرسطو كتاب تاريخ الحيوانات، تبع ذلك أعمال أكثر تجريبية ركزت على السببية البيولوجية وتنوع الحياة. أدى تنوع الكائنات الحية وكثرة أعدادها واختلاف بيئاتها وأنماط غذائها وسلوكها إلى جذب اهتمام العلماء والمختصين بفكرة تقسيمها إلى مجموعات تصنيفية حتى تسهل دراستها ويتم تبادل المعلومات المتعلقة بها. وأول من حاول التصنيف هو العالم أرسطو، وكان في القرن الرابع قبل الميلاد، حيث بنى تقسيمه للحيوانات على الاختلاف والتشابه فيما بينها في الصفات العامة، فميز بين ذات الدم وعديمة الدم، وبين التي تلد والتي تبيض وهكذا. وعند التطبيق اتضحت بدائية هذا التصنيف وعدم وفائه بالغرض المطلوب. تواصلت جهود المهتمين بالتصنيف بعد ذلك، ونلاحظ أن العالم الإنجليزي جون راي كان رائد التعريف بالنوع،
ثم نشطت جهود العاملين في التصنيف حتى توجت بجهود العالم السويدي كارل لينيوس في القرن 18 الميلادي، وهو الذي جاء بنظام التسمية الثنائية للنوع، حيث اعتمد فيه على التشابه الشكلي والتشريحي بين أفراد المجموعات المختلفة للنوع، وهو النظام المتبع في وقتنا الحاضر. إن أهم ما يميز النوع بجانب تشابه أفراده في الشكل والتشريح وتساوي عدد الكروموسومات خلاياه الجسدية هو خصوبة أجياله التي تنتجها أفراده بميلها الطبيعي للتزاوج فيما بينها. هذه الميزة هي التي تفضي لتكاثر النوع، ومن ثم حفظه وبقائه بين بقية الأنواع التي تعيش معه في الحيز البيئي الواحد. أثبت علم الأحياء الجزيئي التشابه والتماثل في الشفرات الوراثية المورثات والجينات، وحاملات الشفرة الوراثية الكروموزومات المسؤولة عن تكوين العضو المحدد. لوحظ تماثل الجينات المكونة للقلب والعين والأطراف في مختلف الكائنات. لذلك فالقرآن الكريم يتخذ الأطراف هو أساس التصنيف في علم الحيوان. ما هو وجه الإعجاز العلمي في الآية الكريمة 45 في سورة النور؟ يتجلى الإعجاز العلمي في الآية الكريمة بيان لأصل خلق الحيوانات، فكل حيوان يدب ويسعى فوق سطح الأرض أو في جوفها أو في مائها خلقه الله تعالى من ماء وجعلها أصلا للكائنات الحية، كما جعل سبحانه تكوين معظم الأجساد من ماء، ثم بين سبحانه أنه نوع في كيفية حركة هذه الدواب. فهذا التصنيف الإلهي منها ما يزحف على بطنه يقابل التصنيف الحديث الكائنات عديمة الأطراف. ومنها ما يمشي على رجلين يقابل الكائنات ثنائية الأطراف ثنائية الحركة، ومنها ما يمشي على أربع يقابل التصنيف الحديث الكائنات رباعية الحركة رباعية الأطراف. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة في آخر الخلق وآخر ساعة من النهار فيما بين العصر إلى الليل. ذكر الحديث النبوي الشريف ترتيب ظهور المخلوقات على الأرض من قبل أن يعلم العلماء عنها شيئا 14 قرنا من الزمان، مما يعد إعجازا علميا عظيما، ومما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه ليس في العبادات والشرعيات فحسب، ولكن كان يوحى إليه في كل أمر من أمور الحياة الدنيا أيضا. يقول العلماء إن البكتيريا النباتية أول النباتات التي ظهرت على الأرض، ثم ظهرت الطحالب بكل أنواعها بعد ذلك، وساعدت تلك النباتات الأولية على إنتاج غاز الأكسجين في جو الأرض، وبذلك مهدت لظهور الحشرات والكائنات الحية الدقيقة. لقد أثبتت الدراسات العلمية في العصر الحالي هذا التسلسل في ظهور المخلوقات على هذه الأرض. الأرض خلقت أولا، ثم ظهرت البراكين فتكونت الجبال، ومن الجبال نبعت الأنهار، فما من نهر إلا وينبع من جبل، وما إن توافرت المياه العذبة حتى ظهرت النباتات، وبظهور النباتات توافر الغذاء وتوافر غاز الأكسجين في الجو، وبذلك اكتملت كل أسباب الحياة للدواء، فخلق الله الدواء. وبعد ذلك بزمن طويل خلق الله تعالى الإنسان آخر المخلوقات. لم يكن ذلك التسلسل في الخلق معروفا قبل عصرنا الحاضر، إلا أن الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه ابن جرير والحاكم وابن مردويه والبيهقي ذكره تفصيلا. ذكر الأستاذ الدكتور أحمد شوقي إبراهيم في موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث النبوي أن العلماء يؤكدون اليوم بناء على دراسات في علم طبقات الأرض وعلم الأحياء أن كل ما على الأرض ظهر على مراحل. أول الخلق كانت التربة، ثم تكونت الجبال، فنشأت الأنهار، فظهرت النباتات، وبذلك أصبحت الأرض مهيئة لظهور الدواب عليها،
وأخيرا جدا ظهر الإنسان الساكن الجديد لهذه الأرض. لم يكن هذا الترتيب في ظهور المخلوقات على الأرض معروفا قبل عصور العلوم الحديثة، حتى أن سفر التكوين في ترجمة التوراة يقول: لما خلق الرب الإنسان لم يكن على الأرض شجر ولا عشب، لأن الرب لم يكن أمطر على الأرض، فزرع الرب بستانا ليعيش الإنسان عليه. وهذا كلام غير صحيح علميا، لأن النباتات ظهرت على الأرض قبل ظهور الإنسان بألفي مليون سنة على الأقل، وما خلق الله تعالى الإنسان إلا بعد أن خلق الأرض ووفر فيها الماء والنبات والدواب وسخر كل ذلك للإنسان. من الدلالات العلمية لقول الحق سبحانه وتعالى: والله خلق كل دابة مما ما يلي: أولا، إن خلق الماء سابق لخلق جميع الأحياء، وهو ما أثبتته الدراسات الأرضية. ثانيا، إن الله تعالى خلق كل صور الحياة الباكرة في الماء، والدراسات لبقايا الحياة في صخور قشرة الأرض تشير إلى أن الحياة ظلت مقصورة على الماء لمدة تصل إلى نحو 3400 مليون سنة، وأن خلق النبات كان سابقا لخلق الحيوان في الوسطين المائي واليابس، لأن الحياة الحيوانية على اليابسة لم تعرف قبل 365 مليون سنة مضت في نهاية العصر الديفوني. ثالثا، إن كل صور الحياة الإنسية والحيوانية والنباتية لا يمكن لها أن تقوم في غيبة الماء، لأنه أعظم مذيب معروف على الأرض، وبذلك يشكل الوسيط الناقل لعناصر ومركبات الأرض إلى مختلف أجزاء النبات، ومنها إلى أجساد كل من الإنسان والحيوان، وذلك بما للماء من صفات طبيعية وكيميائية خاصة، مثل اللزوجة العالية والتوتر السطحي الشديد والخاصية الشعرية الفائقة والقطبية الكهربائية المزدوجة. رابعا، إن الماء يشكل العنصر الأساسي في بناء أجساد جميع الأحياء، فيكون ما بين 71% من جسم الإنسان البالغ و 93% من جسم الجنين للأشهر المعدودة، ويكون أكثر من 80% من تركيب دم الإنسان، وأكثر من 90% من تركيب أجساد العديد من النباتات والحيوانات. خامسا، إن جميع الأنشطة الحياتية وتفاعلات المتعددة لا تتم في غيبة الماء، من التغذية إلى الهضم إلى التمثيل الغذائي ثم الإخراج والتخلص من سموم الجسم وفضلات الغذاء، ومن التنفس إلى التعرق والنتح إلى التمثيل الضوئي في النباتات الخضراء، ومن النمو إلى التكاثر وإلى غير ذلك من الأنشطة الحياتية، ومن أهمها حفظ درجتي حرارة الجسم ورطوبته. إن وحدة مادة خلق الأحياء وهي هنا الماء تؤكد وحدانية الخالق سبحانه وتعالى، الذي كفر أو أشرك به كثير من الجهال الضالين في القديم والحديث. وفي البناء المعقد لأجساد الكائنات الحية من الماء شهادة لله تعالى بطلاقة القدرة المبدعة في الخلق، وشهادة بقدرته سبحانه وتعالى على إفناء خلقه وعلى بعثه. كان اعتقاد بعض فلاسفة الإغريق ومن وافقهم بعد ذلك عبر العصور أن السماء لا أول لها ولا آخر، وبالتالي فهي أزلية، والأزلي لا يكون مخلوقا، وبذلك أنكروا وجود الخالق تعالى ودخلوا في الإلحاد. ومرت العصور حتى جاء عصر العلم الحالي الذي أثبت فيه علماء الفيزياء الكونية أن السماوات والأرض لها أول ولها آخر، ولها بداية ولها نهاية، ولها زمن محدد خلقت فيه، وبالتالي فهي مخلوقة، وكل مخلوق له خالق، وخالق السماوات والأرض هو الله تعالى. لقد أجمع العلماء على أن الكون كان ممتلئا بالسديم الكوني قبل خلق السماوات والأرض، وحدث انفجار كوني هائل سبب تكون المجرات والنجوم، ويجد العلماء في السماء حتى اليوم بقايا من ذلك السديم الكوني، وحللوه بواسطة آلات تحليل الطيف، ووجدوه مكونا من جسيمات من التراب ومن الغازات المختلفة وجزيئات الماء المتكونة من الهيدروجين والأكسجين، والسديم في الكون كان متصلا غير منفصل.
يقول العلماء أنه قد ثبت لديهم حدوث انفجار كوني هائل جدا في ذلك الثدي، قدروا درجة حرارته بأكثر من 500 مليون درجة مئوية، فتتت السديم الكوني المتصل، وتشتتت السماء الدخانية، وتكونت كتل من السديم ما لبثت أن تفرقت عن بعضها البعض، كل منها كون نجما، وكل منها كون لنفسه جاذبية وكواكب تدور حوله في نظام مقدر من الخالق تبارك وتعالى، وما توصل إليه العلماء صحيح، ودليل صحته وافق ما جاء بالقرآن الكريم في الآية 30 في سورة الأنبياء. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون؟ يتجلى في هذا النص المعجز في الآية 30 في سورة الأنبياء حقيقتان قرآنيتان. الحقيقة القرآنية الأولى، قال ابن عباس: المعنى أن السماوات والأرض كانتا شيئا واحدا متصلا لا فضاء بينهما، ففصل الله تعالى بينهما وباعد بين أجزائهما. ثم ذكرت الحقيقة القرآنية الثانية تعقيبا على الحقيقة الأولى، لأنه بعد الفتق استقل كل جرم كوني بمخزون الماء فيه الذي استمده من السديم الكوني، وجعل الله تعالى من هذا الماء كل شيء حي، فمخزون الماء في كوكب الأرض مثلا كان أصله من السديم الكوني الأول الذي خلق منه كوكب الأرض، وجعل الله تعالى من هذا الماء في الأرض كل شيء حي فيها. أخرج الإمام مسلم عن ابن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. أخرج البخاري عن عمران بن حصين قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وإن قوما من اليمن دخلوا عليه وقالوا: جئنا نتفقه في الدين ولنسألك من هذا الأمر ما كان، فقال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، كان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. في قوله تعالى: فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يوضح هذا النص الكريم أن طرائق تحرك الدواب هي وسيلة من وسائل تصنيفها الجيدة، وحركة الدابة هي انتقال من مكان إلى آخر سعيا وراء طلب الطعام والشراب، أو للهرب من الأعداء، أو للارتحال عند التغيرات البيئية إلى مكان أنسب. الطريقة الأولى التي حددتها الآية الكريمة في حركة الدواب هي المشي على البطن كما هو شائع في الديدان، وهي من اللافقريات عديمة الأطراف التي تتبع قبائل عدة وفي العديد من طائفة الزواحف. هذه الطائفة الزاحفة زودها الله سبحانه وتعالى بجلد سميك خالي من الغدد ومغطى عادة بالقشور والحراشيف القرنية الجافة، والتي تحمي جسمها من المؤثرات الخارجية وتحفظه من الجفاف، وتنتشر هذه الحراشيف على جميع أجزاء جسم الزاحف بما في ذلك الأطراف والذنب. يمكن تصنيف الزواحف حسب طريقة الحركة إلى 3 مجموعات: زواحف تمشي على بطنها كالثعابين والسحالي، زواحف تمشي على 4 أرجل مثل البرص والضب والحربة والتماسيح، زواحف تمشي على رجلين وهي من الزواحف العملاقة المندثرة، كانت تمشي على رجلين خلفيتين فقط لقصر الطرفين الأماميين، وسادت هذه الأجناس حقب الحياة المتوسطة الذي امتد من 245 مليون سنة مضت إلى 65 مليون سنة حتى اندثرت هذه الزواحف العملاقة اندثارا كاملا. ما هي طرق مشي الكائنات الأخرى؟ بالنسبة للبرمائيات تميزت بأطراف متطورة أمامية وخلفية بكل منها 5 أصابع، وتتميز حركتها بأنها تتم على شكل مشي بطيء أو جري على الأرجل الخلفية مستخدما الذيل لحفظ توازن الجسم. أما الطيور فكلها ثنائية الأرجل لتحول طرفيها الأماميين إلى جناحين،
وتجمع الطيور في طائفة واحدة تضم 27 رتبة وأكثر من 8600 نوع، تنتشر في مختلف بيئات الأرض، ولها في كل قدم من قدميها 3 أصابع فقط. والطيور من الفقاريات ذات الدم الحار التي تتغطى أجسادها بالريش وتتحول فيها الفكوك إلى مناقير خالية من الأسنان، فتبارك الله أحسن الخالقين. أما الثدييات فلأغلب أفرادها 4 أطراف تتدلى تحت الجسم تماما، ويمكنها أن تتحرك من الأمام إلى الخلف لأن مفصل الركبة متجه إلى الأمام ومفصل الكتف متجه إلى الخلف، مما يجعل معظم طاقة الحركة موظفا توظيفا صحيحا. ومن الثدييات ما يمشي على رجلين فقط مثل حيوان الكنغر وبعض القردة، وذلك لقصر الطرفين الأماميين بشكل ملحوظ، لذلك يدب الحيوان على سطح الأرض بواسطة طرفيه الخلفيين القويين الذي يقفز أو يدب عليهما باستمرار. ومن الثدييات ما يطير في جو مثل الخفافيش التي تتحول أطرافها الأمامية إلى أجنحة جلدية لتساعدها على الطيران. ومن الثدييات ما تتقلص فيه الأقدام تقلصا ملحوظا مثل الفقمة وحيوان الفض. انتهت الآية بقوله تعالى: يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، تأكيدا على طلاقة القدرة الإلهية في الخلق وقدرته سبحانه وتعالى على البعث، وتأكيدا على وحدانيته المطلقة فوق جميع خلقه من الأحياء. وقد خلقهم في الأصل جميعا من الماء، وجعل حياتهم قائمة عليه بعلمه وحكمته وإرادته، حتى يكون في تنوع الخلق من منشأ واحد وفي زوجية كاملة، ما يشهد له سبحانه وتعالى بالوحدانية الكاملة فوق جميع خلقه بغير شريك ولا شبيه. نكمل غدا إن شاء الله موضوع الإعجاز العلمي لهذه الآية الكريمة 45 في سورة الأنبياء في مجال هندسة النقل وصناعة الروبوت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.